لانه هيدا بيت العمر، لانه الشغله لازم تنعمل مره واحده لتطلع احسن واضمن واوفر. البضاعه لازم تختارها بطريقه صحيحه، والاشخاص يلي بدو ينفذوها كمان لازم يكونوا على مستوى معين، لانه انت بتستاهل تاخذ بالنهايه شيء مميز. منطقة الدحيل اليوم عندنا هذا المشروع تقريبا 11 حمام، اخذين هذه الفيلا توريد وتركيب الحمامات مع مغاسل الرخام، حتى عندنا كمان اماكن فيها ارضيات. هذا الحمام موجود بالبنت هاوس، بلشنا فيه تركيب مثل ما عم تلاحظوا. هذا شغلنا نحن، ديزاين انعمل بالشوروم مع العميل لكل الحمامات. اتفقنا مع العميل انه نحن نشتغل هيدا الالوان بالحمامات يلي موجوده بالبنت هاوس. مثل ما عم تلاحظوا هيدا البلاط 60x120 اسباني. التركيب نفس ما عودناكم بالطريقه الايطاليه، اذا ملاحظين الحيط كيف كله معمول بهدول الكليبس، كرمال نحن نضمن الجوده ونضمن التركيب اللي هو الليفل بين البلاطين، وحتى الفراغ يلي يكون بين البورسلان والبلاطه والبلاطه يكون موحد. هون شوي الشغل شوي كان فيه ديتيلز اكثر، عاملين بروفايل ستانلس ستيل، مثل ما ملاحظين بلاطتين بروفايل، بعدين بلاطتين ثانيه كمان في عندنا بروفايل فوق، فعاملين مثل ديكور داير مدور الحمام حتى بالالوان يلي موجوده كمان هون. هذا الحمام عاملينه لون اللي هو الجراي على بيج فاتح، وعندنا الحيط الرئيسي يلي هو رح يركب فيه المغسله هون عاملينه باللون التركواز. هذا اللون عن جد حلو، لون جديد وكمان لون جريء. هذه الفتحة كمان معمولة للديكور، بدي نحط فيها كمان أرفف، بنحط فيها أشياء ديكوريشن للمكان كمان تعطينا جمالية أكثر. حمام جديد كمان بنفس المشروع، بورسلان كمان بيج على جراي مع منطقة الشاور. هذا البورسلان المميز يلي هو بيشبه الكالاكاتا الماكيافيكيا، شوفوا عرقه اللي هو شوي قوي، مع الألوان اللي هي الذهبية شوي على أورنج وعلى أبيض. هذه منطقة الشاور، هذه الفتحة هون كمان تخدم الشاور، عاملين لها كمان تمديد لللايت، رح يكون في لايت مخفي من هون. اكيد البروفايل مثل ما حكينا، كل بورسلان او كل ديزاين شو بيلبق له بنحط له اللون، يعني ان كان بروفايل هذا ذهبي بيلبق على هذا البلاط، وان كان اشي ابيض وجراي بنحط له سيلفر. عندنا كمان اسود مات روز جولد، في عندنا كذا لون من البروفايل. كمان التركيب نفس السيستم، تركيب الايطالي تايل جلو كمان والروبه ايطالي، بورسلان اسباني 60x120. هذا هو الحمام قدامكم، تقريبا نحن صرنا نص الحمام خالص. بتمنى يعجبكم. هذا التايل جلو اللي عم تشوفوه هو تايل جلو ايطالي من ماركه ليتو كول. نحن الوكلاء الحصريين لهيدي الوكاله. هيدي الوكاله عمرها فوق ال 52 سنه. شغلتها بس ومهنتها هي تصنيع مواد اللزق، الاشياء للروبه، مواد العزل، بخصوص كل شيء بيتعلق بتشطيب البيت. هيدا اللي عم نركب فيه نحن المشروع اليوم، هذا البورسلان اسبان 620، هذا الكيس ستايل جلو اسمه K18. اذا بتشوفوا هيدي الماده اللي هي موجوده جوا داخل الكيس، هيدي تقريبا ماده السيمنت او الرمل، لونها ابيض، فهيدي الماده الابيض هي احسن للبورسلان، وبنفس الوقت هي بتكون كمان للرخام، لانه انتوا ممكن تلاقوا كمان لون الجراي كمان نفس التايل جلو بس لون جراي. هذا بيستعمل للاشياء السيراميك اللي هي البادي تبعها بيكون لونه بني او غامق. كل شيء بورسلان رخام لازم يتركب بتايل جلو اللون الابيض. هذا التايل جلو هو معمول بيتحمل الحراره الرطوبه، بيتركب جوا وبيتركب كمان برا. اكيد في ليفل منه اشياء اعلى كمان للاحجام الكبيره اللي هي البورسلان الحجم الكبير، اشياء للسويمينج بول برا كمان ببقى فرجيكم اياها مره ثانيه. هذا متوفر عندنا نحن بالشركه،
مع كمان الروبة من نفس الوكالة. هذا هو الحمام اللي موجود هون، إن شاء الله يعجبكم. أكيد كل اللي عم تشوفوه هون هذا شغلنا، وهذا كل اللي ديزاين والشغل اللي كمان موجود هون هو مخطط له بالمعرض مع العميل، معمول قياسات شوب دروينج ديزاين 3D كرمال ينعرف بالضبط كيف رح تكون طريقة التركيب وكل قطعة تركب محلها بطريقة صحيحة. هذا هو الحمام، بتمنى يعجبكم. وهلأ رح نروح على حمام تاني. هذا الحمام كمان اللي موجود بالبنت هاوس، نفس الفكرة اللي عملناها اللي هو البورسلان كمان الجراي على بيج مع اللون التركواز. هذه المنطقة اللي أنا فيها هي منطقة الشاور، رح يكون في شاور هون جاي. هيدي الفتحة معمولة كمان بالشاور لنحط فيها الأغراض الشامبو والأكسسوارات اللي بتخدم الشاور. نحن على طول الحيط الرئيسي بالحمام أو حيط الأساس بيكون لونه غير الحمام كرمال نميزه لهذا الحيط، نعطيه ديزاين غير عن الباقي. فهيدا هو حيط الشاور، هون رح يكون الشاور. عنا هون رح تكون كمان الدبليو سي مع المغسلة، الصوبين الحيطين الباقيين. كمان نفس الشيء هون عاملين بروفايل بعدين بروفايل. وهذا شغلنا، هذا سيستم التركيب يلي عم تشوفوه. اكيد بشوفكم مرة ثانية انا مع اشياء ثانية، وتصبحوا على خير.